أهلا بحضراتكم مرة تانية. مستمرين في عملية تشريح المجتمع المصري. ده مجتمع ظالم وظلمه بيجي على أضعف حلقة فيه، اللي هي برضو أهم حلقة فيه، اللي هي الست المصرية. ما كفاش بقى نسمع قصص الظلم في محاكم الأحوال الشخصية وفي قانون الأحوال الشخصية وفي البيوت وفي الميراث، لا احنا كمان بنسمع ظلم في الشغل. الشغل ازاي؟ ان احنا عندنا زي ما قلت لحضراتكم ارقام رسميه بتقول ان 33% من اسر مصر بتصرف عليها ستات، وبقيه البيوت بتشارك الستات في المصاريف، ومع ذلك محدش رحم الست المصريه. في شغلانات معينه الست بتعملها فجاه تحولت بفعل دراما، فعل شويه اساطير، فعل شويه مهاويس، الى انها مهن سيئه السمعه. اللي بتشتغلها بتبقى طول الوقت تحت ضغط مجتمعي. ما ينفعش تشتغل ممرضة علشان بترجع بالليل، واصل عندنا في الشارع الناس بتقول اللي بترجع بالليل مش عارف فين. ما ينفعش تشتغل سكرتيرة عشان في فيلم كذا كان في علاقة ما بين سكرتيرة وبين كذا. مين قال الكلام ده؟ كلها أساطير. ما ينفعش تشتغلي في البيت عشان ما يقولوش عليكي بتخدمي في البيوت. ما ينفعش تشتغلي في محل علشان بيطلبوا أو بيكتبوا على المحلات مطلوب بائعة حسنة المظهر. ده مش ذنب اللي بتشتغل، ده ذنب المرضى النفسيين اللي عايشين بينا ووسطينا. النهارده بنفتح هذا الملف، ملف المهن التي قيل او التي تقول الاساطير عنها ان هي سيئه السمعه، الممرضه والخادمه في المنزل والسكرتيره والبائعه في المحلات. الناس دي ذنبها ايه؟ تعاني من امراضكم. هناخد الموضوع على جزئين. اول جزء معايا هيشرفني فيه الاستاذه شيماء صبري الممرضه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. والاستاذه فيروز محمد السكرتيره، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. هنشوف معاهم مشاكلهم، بس الاول تعالوا نشوف لما سالنا الناس في الشارع عن رايهم في هذا الامر قالوا ايه. ايه الشغلانه اللي ما تقبلش انك تشتغلها؟ حرامي طبعا، انا ما اشتغلهاش. تمريض سمعته، معظم البنات بالذات سمعته مش كويسه. طبعا الراقصه والتمريض. ان اشتغل في سيرك. ليه؟ عشان انا شغاله في سيرك. اي شغل مرهق جسديا فوق طاقتي مثلا. ايا كان نوع الشغل طالما بيعرف يجيب الجنيه مش عيب. ان انا اشتغل بحاجه ما اعرقش واتعب فيها. اي شغل مرهق جسديا. الممرضه في ناس ما بتحبش تشتغل تمريض، مع ان دي رساله ساميه، يعني انا بشوف انها اقوى من شغله الدكاتره. شغلانه التمريض هي شغلها بيحتم عليها انها بتبرى، يعني مش معنى كده انها بتبرى انها انسانه مش كويسه او انسانه غير صالحه. والله هو بالنسبه للممرضات هو نوع ممكن لمؤاخذه في حاله طوارئ عندهم في المستشفى بالتاكيد ممكن تتاخر. بيتبرى كلام بقى عليهم حاجات زي كده، يعني لان التمريض بيباتوا بره وده في بلدنا يعني غلط وعيب. المنع اللبس ما يبقاش فيه شغلانات كتير، لا في شغلانات كتير ما تناسبش الستات بالذات في مصر. هو الاستاذ هو بيقول لك المنع اللبس فيه شغلانات كتير ما تناسبش الستات بالذات في مصر. ليه؟ عنده اي معلومه؟ لا هو كده وخلاص عايش بنظريه سي السيد واللي قال لك لا مؤاخذه بات بره. انا بقى ليه احمل ستات مصر المرضى النفسيين دول؟ تعالي بقى نبدا ونشوف مع الاستاذه شيماء. اهلا وسهلا بحضرتك. انا جايه النهارده خصوصا اتناقش مع الشعب المصري ووجهته في فكره ان هو باصص ان الممرضه في كل مجال. انت داخله بسرعه، انت غضبانه يعني. ايوه بالظبط. انا طبعا لازم اعبر عن مهنتي وده انا داخلها مش كل مجال. طب خليني اقول الناس، انت شغاله بقالك كام سنه؟ بقالي 11 سنه. بقالي 11 سنه من 2005. خليني اسالك سؤال تاني. لما قررت ان انت تشتغلي في التمريض، اهلك والناس اللي حواليك كانوا بيقولوا لك ايه؟ بصراحه والدي ما اعترضش خالص، وخصوصا ان انا كان جوايا الحب للمهنه نفسها، ان انا دايما عندي عطف باللي حواليا، ان انا رحيمه. فكره ان الممرضه اصلا هي اسمها ملاك رحمه. ان انا اكون عندي عطف، واكتر وجع ان الانسان يحس بيه هو وجع المرض نفسه. ان انا اخفف عنه الالم، اخفف عنه اوجاعه، ان انا ارسم على وشي الابتسامه على طول، ان انا ممكن ان انا مبتسمه، ده امل للعيان، يديله الامل ان هو نسبه العلاج ان شاء الله هتجيب معاه نتيجه ويخف ويقوم بالسلامه. طب وانت لما قررت تشتغل الشغلانه دي، لما كنت تسمعي القصص اللي بتتقال من الناس على الممرضات، واحد يقول لك لا بلاش ممرضه بتبات في المستشفى، والناس تقول عليكي وانت راجعه بالليل وتقول عليكي وانت راجعه الصبح. والله حضرتك دي انا شايفه حاجه ثانيه، ان انا ممكن اثبت للناس كلها فكرتهم الغلط. إيه ان التمريض اسمى مهنه،
ان فيها العطف وفيها الحنان، ما كناش سميناه ملاك رحمه. ان انا عندي الرحمه بجميع اللي حواليا. ان انا سمعت القصص دي، حد قال لك كده في وشي؟ اكيد طبعا. ان انا في ناس من احكي لي بقى اللي قالوا لك دول، بس عشان دول مهمين بالنسبه لنا النهارده. حضرتك طبعا انا داخله التمريض بعد ثالثه اعدادي، سنه وتمريض وبعدها معهد التمريض، وانا خريجه جامعه ازهر. حضرتك دلوقتي زمايلي اللي كانوا معايا في الاعدادي، انت ازاي دخلت تمريض؟ كان لازم اثبت لهم ان الممرضه ده كفاح، ان انا في يعني مريض ربنا يشفيه ممكن على ايدي. نسبه العلاج لو 100% الممرضه عليها عامل 80%. ان انا بدي له علاج، ان انا لازم اكون عندي القدره ان انا اتحمل المريض في اي وضع، ان هو ممكن يتعصب عليا، ان انا استحمله، ان انا اتعامل معاه كمريض وكطفل صغير. ان انا ايوه ده اللي انت بتعمليه، ده اللي انا قلت، ده مهنتك وده شغلتك وده شغلي. لا التانيين بقى بيعترضوا على ايه؟ بيعترضوا ان هو كوجه عام، ان انا ازاي ابات بره بيتي، ازاي ان انا مثلا كبنت الاول، كبنت قبل ما اتجوز، ان انا ازاي اسهر بره البيت، ازاي هتباتي بره، ايه وجه شغلك، ايه ازاي المعامله. حتى انا لدرجه ان انا بقيت ارد على زمايلي وقلت لهم كاصحابي الاول في الاعدادي، قلت لهم انتوا مش مصدقين ان انا شغلي كويس ومجالي ان هو متاح ليا، ان انا ربنا مقدرني ان انا اشفي عيان بعد فضل ربنا عليا. ممكن تيجوا وتشوفوا المستشفيات. احنا ليه ما بنلجاش للممرضه غير ما الانسان يتعب؟ انا دلوقتي لو الباب خبط عليا الساعه 1 بالليل او الساعه 2، في حقنه، في تركيب محلول، في اي حاجه، غصب عني كان انا شايله مسؤوليه ان انا اخرج من بيتي اركبها، اركب كانولا، ان انا ادي حقنه. ليه ما ينفعش ان انا اعترض في حاجه زي كده؟ فلازم اثبت للناس كلها ان انتوا واخدين فكره غلط عن الممرضه. الممرضه دي اسمى منها. ايه الفكره الغلط اللي الناس بتقولها؟ ان عشان بس بتبات بره، ان هم مفكرين ان هي عشان راحه وجايه، ان هي مثلا مش راحه مجال شغل، ان هي بتضحك بتهزر. طب معلش انا اسفه في الكلمه، ان في مجالات كتير في الشغل او في الشغل عموما، ان هي بنضحك وبنهزر. ايه ان احنا مثلا بنضحك بنهزر؟ ممكن الابتسامه اصلا لوحدها امل للعين ان هو يخف. انا ما ينفعش ادخل مثلا مقشره، ازاي هقول للعيان لو سمحت بابا معلش انت ليك قرص دلوقتي هتاخده واسيبه له وامشي؟ ما ينفعش. لو ضحكت وهزرت معاك الناس تقول عني كلام وحش. بالظبط. لا لازم ان انا ابتسم والف سلام عليك يا حاج. اول مره حصل لك تاخير طوارئ في المستشفى؟ حضرتك في الثوره، ايام الثوره كان بيطبق علينا قرار 24 ساعه. كان معايا اولادي بسيبهم لوالدتي، وابقى خارجه عارفه معرفه جوزي ومعرفه ماما اللي هي هتشيل اولادي، ان انا شفت 24 ساعه. حد كان بيضايقك بقى فكره انك بتباتي في المستشفى وكده؟ اكيد طبعا، اكيد الناس اللي هو حضرتك كان في حظر تجوال، اكيد ان انا خارجه الصبح رايحه فين. لولا ان الناس عارفه مثلا كجيرانك كاصحابك عارفين ان انت ممرض او ممرضه خارجه رايحه شغلك، غير باقي الناس في الفئات اللي في الشارع اللي بتشوفك كسواق ناس. ما ينفعش ان انت ازاي مثلا في حظر تجوال وانت خارجه. بس بصراحه كنا بنلاقي ناس تانية متوقفه معانا. انا خرجت من المستشفى في يوم الساعه 11 بالليل وقت حظر التجوال، ولقيت يعني ربنا يبارك للجيش المصري وقف لي، اسف الكلمه، ممكن يعني زي ما في ناس شايفه انه كده، في ناس بتساعد، في ناس بتساعد فعلا. طيب خلينا نروح لفيروز. انت شغاله سكرتيره بقالك قد ايه يا فيروز؟ بقالي 3 شهور في شركه ستراتو ستار. شركه ستراتو ستار. لما جيتي اشتغلتي الشغلانه دي، هل حد من اهلك اعترض؟ الناس اللي حواليك اعترضوا؟ لا هو اهلي لا، بس الناس. ازاي بقى؟ قالوا لك ايه؟ يعني دايما باصين للسكرتيره ان هي مش كويسه. متجوزه المدير في السر. بتاخد يعني بيبصوا لها ببصه وحشه جدا. بس اشتغلت. اشتغلتي ما اهتمتيش بكل اللي قالوه؟ لا خالص، بس يعني اكيد شفت بعد كده. شفت ايه بقى؟ يعني انا اشتغلت في شركه، اول شركه اشتغلت فيها المدير بتاعها ما كانش كويس. بس برضه يعني ما حطيتش في دماغي كلام الناس، يعني ده مش كويس، لكن ممكن يبقى في حد تاني كويس. يعني حتى المدير نفسه او الزميل اللي معاك شايف ان انت طالما اشتغلت سكرتيره يبقى انت سهل جدا انه يتحرش بيكي، سهل جدا يتعامل معاكي كده. بيبص بصات مش كويسه، بيعمل حركات مش كويسه. اي الموقف اللي كنت تاخديه مثلا وقتها؟ لا كنت بتضايق طبعا وبتعصب وسبت الشغل على طول. وكملت يعني الشغل؟ قعدت كملت في شغل تاني. طب ما تقولي للناس ايه الشغلانه نفسها عشان الناس تبقى فاهمه برضو منين جت الافكار السيئه حوالين مهن معينه. التلفزيون مثلا، شايفه ان التلفزيون هو السبب في الموضوع ده؟ يعني دور السكرتيره في الدراما او في السينما هو السبب في الموضوع ده؟ 60%. طبعا 60% الادوار اللي بيعملوها.
دايما مطلعينا سيئين السمعه، مش كويسين، وزي ما انا ما قلت لحضرتك مطلعينا بنتجوز المدير في السر. طبعا لا، ده ما بيحصلش. ولو حصل في اي حاجه ممكن يحصل في اي حته يعني. اه طبعا. طيب انت قلت لي 60% دراما، ال 40% مين سببهم بقى؟ الناس اللي في الشارع، الناس اللي حوالينا. ولا اللي شغالين نفسهم؟ واللي شغالين طبعا. يعني مفيش حد كده من حواليك من اصحابك نصحك عليك ما بلاش الشغلانه دي عشان كذا؟ لا ما افتكرش. لكن اللي حواليك ناس عاقلين الحمد لله. لا مش عاقلين. بس هما بيبصوا بصه مش كويسه. برضو. والناس اللي احنا بنشتغل معاها برضو بيفتكروا عشان احنا اشتغلنا الشغلانه دي ان احنا ممكن نعمل اي حاجه في الدنيا. طيب انت بترد على الناس اللي انت شغاله معاهم بانك بتسيب الشغل وتمشي. الناس بقى اللي حواليك بترد عليهم ازاي لما يقولوا لك كده؟ لا طبعا بوصل لهم الصوره صح. اللي هي ايه؟ قولي لنا. اللي هو احنا مش كده، مش سهل ان اي حد يعمل معانا حاجه، ما فيش موضوع الجواز في السر ده كده يعني. طيب خلينا برضو من المهن برضو اللي عليها برضو مش عليها لغط، انا عاوز اقول ان المرضى النفسيين بيصوروا للناس ان هي مهن مش كويسه، هي فكره ان ست تشتغل كوافيره. انا معايا مدام هناء. مساء الخير يا مدام هناء. الو. اهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم، اتفضلي. مساء الخير. اتفضلي يا فندم. انا عاوز تعليقك على الناس اللي بتصور بعض الشغلانات للستات زي الممرضه او السكرتيره او الكوافيره ان دي شغلانات مش كويسه. اتفضلي. والله المهن مختلفه طبعا، والمجتمع دايما بيظلمها، والسينما والناس انا عايزه اقول لك ان مهنه الكوافيره دي من اجمل المهن. واحنا بنتعامل مع الستات ما فيهاش حاجه مسيئه، ما فيهاش حاجه مشينه، لكن هي الناس ليها نظره. والسينما برضو بتطلع الكوافيرات سيئين السمعه، وكل الناس بتتكلم عليهم وحش. ايوه يعني بيتكلم عنهم وحش، بيتقال ايه مثلا؟ يعني بتقال ايه على اللي بيشتغل كوافيره؟ ايه اللي بيتقال عليها يخليها يعني هم مثلا بيشبهوا الكوافيره ببنات الليل. بيشبهوا الكوافيره برقصات مثلا، مع ان الرقص برضو فن جميل. واخد بالك؟ احنا بنزعل طبعا جدا، لان احنا بنتعامل مع كل المستويات، وبنتعامل مع مستويات كويسه جدا. يعني انا في مهنتي بتعامل مع الدكتوره والوزيره والسفيره والمهندسه، يعني بتعامل مع مستوى راقي وناس مثقفين. ما بيبقاش زي ما السينما بتصورها او زي ما الناس فاهماها. تمام، انا بشكرك جدا مدام هناء. مدام هناء حطت برضو ايدها على حته مهمه جدا، وهي مساله السينما. هل السينما والدراما برضه سبب في اللي حصل لفكره الممرضه؟ اكيد طبعا ليها جزء. انا لو مثلا شايفه ان مهنه التمريض كفكره ان هي مهنه تمريض ما كنتش اتجوزت اصلا. جوزي واخدني انا ممرضه وافتخر ان انا ممرضه، هو مقدر حاجه زي كده. انت حضرتك شايف ان مثلا عيب ان بنتك تدخل تمريض او ان ابنك يرتبط بممرضه؟ ما كناش تمنا ملك رحمه. انا دلوقتي اهلك كانوا خايفين مثلا؟ اهلي كانوا طبعا اكيد في، لا هو كان في قلق ان هو مثلا خايفين عليا، طب ازاي هتباتي بره؟ بس لما جم وشافوا طبيعه شغلي اكيد نسبة تفكيرهم اتغير خالص. في امان في المستشفى، في ان انا راح ادي مهنه صافيه، مهنه ان انا باخد. انت واخده شهادات تقدير كأم مثاليه رغم المشاغل، رغم البيات بره والطوارئ. بالظبط، وجايباها النهارده عشان اوري الناس كلها ان مهنه التمريض زي ما انا اكيد خدت شهاده ام مثاليه عن 2015 و2016. فاكيد ان انا ممرضه مثاليه. انا معايا معهد تمريض، وان انا ازاي بخرج من شغلي وببات بره البيت وبسهر بالشيفت بال 12 ساعه وسايبه اولادي. فالمفروض المجتمع يرحم الممرضه. ان احنا دلوقتي انا بناقش الشعب كله والمجتمع كله كمجتمع، ان احنا دلوقتي عايزين نثبت للناس كلها ان الممرضه دي اسمى مهنه. في ايه؟ في اسلوبنا، في اسلوبنا مع المريض. ودلوقتي دراسه علم نفس ان انا اتعامل مع المريض كحضرتك كطفل صغير، ان انا دلوقتي يأتمني على سر، ان انا اكون مباحه لي ان انا يفضفض معايا، ممكن ان هو يقدر لو نسبه العلاج عليها يعني حضرتك 80% للممرضه. طيب في مسيرتك المهنيه دي اغرب قصه حصلت لك تفتكريها؟ حضرتك والله اغرب قصه ان كان في طبعا اتعرضنا لموقف كويسه وموقف وحشه. ممكن موقف يحصل لي من مريض. واحد وحش، موقف وحش، موقف كويس. موقف حصل لي من مريض كان عنده حوالي 32 سنه، داخل لنا دايخ وعنده هبوط وكان ضغطه واطي، بقيس له الضغط، مسك ايدي.
حسيت ان هو دايخ فما اعتقدتش فيه اي حاجه، انا قلت ممكن يكون دايخ وبيمسك ايدي. فطمنته قلت له يا استاذ بس اقيس لك الضغط وان شاء الله كويس اطمن ما تقلقش. بفرد دراعه بلف جهاز الضغط حط ايده على رجلي. حضرتك شلت جهاز الضغط؟ وكلمت زميلتي قلت لها لو سمحتي قيسي الضغط المريض ده. فقالت لي ليه؟ قلت لها بعد اذنك وهقول لك ليه. خدت صاحبتي على جنب وقلت له حصل منه كذا، ممكن انا اكون فهمته غلط، انت شوفي هيتعامل معاكي ازاي. هو مش عارفه تتصرفي بقى. طبعا هو ما عملش معاها كده، ففهمت ان هو اكيد فهم ان انا حكيت لها. فوالله خد علاجه وكمل معانا قعد 12 ساعه لغايه ما بقى كويس وتحسن وخرج. ده موقف من ضمن اللي احنا بنقابله. في موقف تاني انا بتعامل مع فئه المرافق بتاع المريض. ان في مرافق بيقدر مهنه التمريض وبيدخل يحترمنا، وفي مرافق تاني ممكن يعاكسني وانا واقفه حتى لو بالالفاظ. في مثلا مرافق يقول لي انا والله انت لو مراتي وبالجمال ده كله ما كنتش نزلتك اصلا تشتغل، انت اللي زيك يقعد في البيت. طب دي كلمه اصلا انا هواجه المجتمع ولا هواجه المريض اللي ولا راح اتعامل سخافات، غير ان انا ممكن معلش بيحصل لي مواقف في الشارع في الميكروباص ممكن الاقي حد مثلا بيديني اوجه بيحط ايده على كتفي. طب احنا المفروض نرحم الست عموما مش الممرضه بس ان هي بتشتغل. صحيح. تمام فيروز انا عاوز برضو قصه حلوه وقصه وحشه في الشغل. قصه حلوه وقصه وحشه. ايه اسوء حاجه حصلت لك في الشغلانه يعني؟ أسوأ حاجة النظرات والمعاملة يعني في حد كويس وفي حد وحش. يعني أنا أول حد اشتغلت معاه كان مش كويس. كان بيبص بصات مش حلوة، بيحاول يضايقني. الراجل التاني اللي أنا شغالة معاه ده كويس جدا. طيب. يعني حد محترم. تمام أنا مش هعرض على فيروز بس أنا بشكرك جدا. بشكر جدا سياده الممرضه المثاليه والام المثاليه على وجودك وانت شرف لينا كلنا. كل واحد بينزل بيشتغل بشرف واحترام فوق راسنا كلنا. الحكايات دي خدوها كده تبقى مرايه عشان كل واحد يشوف مرضه قدامه. فربنا يلعن امراضكم النفسيه اللي طلعوها على الناس في الشوارع. فاصل وهنرجع بقى نشوف العامله في المنزل وهنشوف البائعه في المحل. وعاوز بس اقول لكم التمييز والعنصريه بتاعتكم في عدم احترام بعض المهام خلى السيده اللي هتبقى ضيفت في بعض الفاصل وهي العامله في المنزل تلبس نقاب علشان خايفه من هذا المجتمع العنصري. فاصل ونرجع تاني. اهلا بكم مره ثانيه، لسه مكملين فقرتنا النهارده عن المهن المظلومه، الستات المظلومين بسبب الامراض النفسيه اللي معششه في دماغ ناس كتير في المجتمع ده حوالين بعض المهن. في هذا الفاصل معانا العامله في المنزل ومعانا البائعه في محل ملابس. استاذه هدير اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ومدام رحاب اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وخليني الاول ابدا من عند هدير لانها انفعلت جدا واحنا بنذيع الفيلر السابق ده بتاع الدراما وقلت لي هم دول السبب في اللي احنا فيه. طبعا. ازاي بقى؟ ازاي ما هو كل اللي بيجي على التلفزيون والقرف اللي بيجيبوه بيبوظوا سمعه البنات اللي بتطلع تشتغل. عشان عايزه تساعد نفسها، عايزه تجيب حاجه لنفسها بسبب الايام اللي الواحد عايشها. وبسبب الغلا. ده اقل قطعه في المحل اللي انا كنت شغاله فيه بمرتبي بالراتب بتاعي. انت بقالك قد ايه بتشتغلي في محل الملابس؟ قعدت 5 سنين. بقالك 5 سنين بتشتغلي؟ لا بس انا دلوقتي اتجوزت، ولما اتجوزت وانا كنت بشتغل جهزت نفسي واتجوزت وقعدت. يعني انت اللي جهزت نفسك من الشغل في محل ملابس؟ بكل احترام وكل ادب. من 11 الصبح ل 11 بالليل. ايه اللي يخلي الناس تشوف فكره انه بائعه في محل ملابس مهنه مش كويسه؟ بسبب اللي بيجيبوه في التلفزيون. اليافطه اللي بتحط مطلوب بائعه حسنه المظهر والكلام ده؟ لا. امال ايه؟ ايه اللي يخلي الناس تقول كده؟ يعني بسبب اللي بيجي في التلفزيون، القرف اللي بيجيبوه زي فيلم يا عماره يعقوب ياه. وايه تاني؟ وفيلم بنات وسط البلد، كل ده ما بيحصلش، لا البنت بتخش المحل باحترامها وفي ناس كتير جدا محترم. مش كل الناس وحشه، مش عشان اتعاملت مع بني ادم وحش يبقى كله وحش. لا اكيد هلاقي ايه؟ كنت تشتغلي كام ساعه في اليوم؟ 12 ساعه من 11 الصبح ل 11 بالليل. طيب الناس بقى اللي حواليك كانوا بيقولوا ايه الشغلانه دي؟ ما بيقوليش حاجه، انا ما بيدخل عليا البنات، انا شغاله في محل ملابس، يدخل عليا البنات هتشتري حاجه عجبتها حاجه دي بكذا دي بكذا خلاص.
ولما حد يضايقك بتعملي ايه؟ عشان انا واثق ان لو حد ضايقك بتسكيه على حاجة. لا والله ابدا ولا اي حاجه، بكل احترام وبكل ادب. اه كان في ناس بنات او ستات بيخشوا يتكلموا ويتقمزوا ويتعملوا ويتنكوا ويحسونا ان احنا شغالين عندهم، بس الواحد كان بيبلع عشان ده اكل العيش وانا نازله عشان اشتغل. اه طبعا. طيب مدام رحاب، انت اخترتي انك تلبسي النقاب وما تطلعيش بوشك علشان المجتمع وعشان الناس. طبعا. ليه بقى؟ احكي لنا. علشان خاطر معاه بنات ما حدش يقول لهم كلمه برضو مش كويسه. ليه؟ هو الشغل في البيوت عادي؟ في ناس بتاخدها كده، يعني في ناس بتاخدها ان شغل الواحده في المنزل. يعني انا كذا مره ان انا حد مثلا اقول له ايه انت شايفيني شغاله فين مثلا؟ اقول له مع ناس في منزل. يضايقني. يعني يفكر ان انا شغاله حاجه تانية مش كويسه. ما تفتكرش ان الواحد بيشتغل عشان خاطر عايز يساعد نفسه، يساعد بيته، وراها اولاد. ما يفتكروش كده، لا كل الشغل عيب وغلط. يعني مثلا واحد يقول لي انا شفتك قبل كده، انت بشوفك على الخط ده كتير. بقول له اه طبعا انا بروح شغلي وكده. شغاله فين؟ ببقى عايز اقول له شغاله شغلانه تانية، بس انا برجع اقول له مش عيب ولا حرام. اقول له مثلا شغاله مع ناس في منزل، يقول لي ايه يعني يا ستي شوفي بيدوكي كام وانا اديكي. يعني ببقى متضايقه قوي ان انا مثلا ببقى في الموقف ده، بس هعمل ايه؟ هو حيوان طول الوقت متخيل ان طالما ست ماشيه في الشارع فست خلاص. ما هو دلوقتي في الزمن ده اي واحده تطلع ست تساعد مع جوزها وعشان الغلا اللي احنا فيه مفكره انها بتطلع تعمل حاجه وحشه، بيطمعوا فينا بسبب اللي بيعرضوه على التلفزيون. اي انا بسبب الافلام السيئه. بس عندي عادية يا جماعه، اشتغلت 5 سنين وتقولي هي جهزت نفسها يعني. ايوه جهزت نفسي. احكي لي عن قصه كده غريبه حصلت لك في الشغل عندك. ما فيش قصص غريبه والله. انت متحفظه؟ اي قصص غريبه. لكن لما حد كان عادي كنت شغالة بياعة في محل مثلا، كنت بترد تقول ايوه بشتغل بياعة في محل ولا كنت تتكسفي مثلا؟ لا هتكسف من ايه؟ ايه اللي هتكسف منه؟ نازله اجيب حاجات شخصيه ليا، نازله اجهز نفسي، نازله اجيب حاجاتي إيه فيها ايه لما اشتغل بياعة في المحل؟ بكل احترامي وبكل ادبي، وما اديش فرصه للي قدامي اني عاملني وحش. انا رايي ان كل الستات اللي بتشتغل بنفس الروح اللي بتقوليها دي، ما حدش هيقدر يبص لست بصه وحشه. يعني كل الستات عندها قوة هدير كده، ما حدش يقدر يبص لأي ست بصة وحشة. رحاب احكي لي عن حد بيضايقك في الشغل، حد بيضايقك في الشغل اللي بتشتغليه؟ طبعا انا اتعرض عليا مرة اني كنت مرة وراحة الواحدة يعني ايه جوزها متوفي. وانا كده معاها عيل واد وبت. بس الشاب يعني بتاع 17 18 سنة. انا هو جوه قاعد على الكمبيوتر وانا بره طبعا مغطية كده. ببص بالصدفه لقيته بص سعينه عليا. طبعا ما رحتش البيت ده تاني خلاص. اما اكون عيل صغير بتاع 17 18 سنه ونظراته ليا، يعني بيبص عليا انا بعمل ايه وعيني مغطيه. طبعا البيت اللي انا بلاقيه كده مش كويس خلاص، ما تدخلوش تاني خلاص. طيب كل الناس اجمعت دلوقتي انه السينما والدراما هم اصحاب النظره او جزء كبير جدا من النظره السيئه اللي بتحصل لبعض الستات اللي بتشتغل في مهن معينه، فهنا نفهم من واحد ايده في قلب السوق الدرامي زي ما بيقولوا، وهو الكاتب والسيناريست وليد خيري. مساء الخير يا استاذ وليد. مساء النور، ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ دلوقتي الدراما والسينما المتهم الاول في ان تحويل بعض المهن اللي الناس بتاكل منها عيش الى مهن سيئه السمعه، وبتتحول الى الناس في الشارع بتعرض لمضايقات بسبب المشاهد اللي بنشوفها لسكرتيره او بايعه في محل او ست بتخدم في البيت او ممرضه او مديره مكتب او كوافيره. رايك ايه في الكلام ده؟ هو في الحقيقه اصلا المجتمع بتاعنا اصلا مضطهد بالاساس، يعني قبل السينما مضطهد المراه، يعني هي منظومه كبيره قوي فيها نوع من الاضطهاد للمراه من اول ما انها مجرد انها بنت، انت بنت ما ينفعش تقعدي كده، ما ينفعش ترجعي الساعه كام، ما ينفعش تخرجي، ما ينفعش تلبسي فستان، في تفاصيل كتير اصلا من الاول من القهر، يعني هو قهر عام بيمارس على المراه. نبدا بقى يعني ندخل من ده على السينما والاعمال الفنيه. الاعمال الفنيه ما هي الا انعكاس لمرايه في مرايه المجتمع، فهي بتقدم الست نموذج الست من وجهه نظر المجتمع بيشوفها ازاي، مش وجهه نظر الفنان او السينمائي او الكاتب او السيناريست اللي بيقدمها خالص. يعني مثلا مكون مثلا مندوبه مبيعات مثلا، يعني طول الوقت بيتعاملوا معاها، يعني انا يعني فاكر مندوبه مبيعات كانت بتقول لي ان انا واحد بيتعرض لها، فبتقول له بيقول لها بتقول له ابعد عني، قال لها ما انت طول النهار بتلف في الشارع، لف معايا شويه.
يعني حتى يعني في منطق كانها هي بقت سهله مستساغه بما انها مثلا ممرضه فبترجع بالليل او بتبيت بره لطبيعه عملها، ففكره انها بتبيت بره يبقى هي بالتالي يعني بقت امراه سهله او مستساغه، رغم ان هو ما حدش يعرف ان الست اللي ممكن تبتسم في وجه المريض ده تكون عندها معاناه في البيت وضغوط عليها، وممكن تكون مثلا منفصله مطلقه وسايبه اولادها عند الجيران عشان هي ما عندهاش حد يعول ولادها، فاولادها دول بيبيتوا بيت تاني، فبتبقى في مآسي وراء هذه القصص. في الحقيقه برضو ان السينما مش عملت الاستيريوتيب اللي هو جاهز لصوره ايوه، بس عمرنا ما شفنا مثلا في السينما دور عن سكرتيره جدعه يعني مش سهله المنال، ولا عمرنا شفنا عن بياعة محل مكافحه، احنا طول الوقت بنشوفها يا اما بتعمل مشاكل يا اما عندها مشاكل. ده حقيقي لانه زي ما قلت لحضرتك في استيريوتيب كده بيتقدم بشكل يعني في استسهال شويه وفي تبسيط قوي، في اللي هو بياخد من على الوش يعني ما بيبقاش متعمقين في الفكره او بيتعاملوا مع وجهه نظر مجتمعيه. ما برضو انا في النهايه انا مش ممكن ما كنتش بكون بقدم انا بقدم وجهه نظر، انا بقدم وجهه نظر المجتمع والقبح اللي فيه اللي هو بيتعامل اصلا مع المراه بشكل ظالم، فما بالك لو المراه دي اصلا في ظروف مهنه مختلفه. انا مش هقول مهنه بقى من زي ما بيقال او تتوسم بانها مهنه سيئه السمعه، لا مهنه مختلفه ليها طبيعه مختلفه، ان الست دي ممكن تبات بره البيت، ان الست دي ممكن تتعامل طول النهار في الشارع، ان الست دي تحت ممكن تتعامل تشتغل في محل مثلا ملابس وفي الخيال هنا بصراحه الخيال الجمعي، انا هسميه الخيال الجمعي المريض اللي هو بيتعامل دي ست لوحدها بتشتغل مع واحد صاحب محل يبقى اكيد بيحصل حاجه، دي ممرضه طول النهار طول الليل في المستشفى يبقى مش عارف في، على اعتبار ان السيدات دول سيدات مثلا يعني من الشارع مثلا او ان هم رخيصات او ازاي يعني، دي ست وليها اسره وليها بيت وبتحافظ على نفسها وان الظروف اضطرتها، بالعكس دي ست جدعه كمان ست ما عدتش في البيت ولا طمت، ست ما مارستش مهنه مش لطيفه، الست ما استخدمتش اسلوب غير قانوني او غير شرعي الحصول على مصدر رزقها. فهو بصراحه هو في زي ما حضرتك بتقول يا استاذ محمد في جزء من الاستسهال في الدراما في التعامل مع النماذج دي النماذج السيئه، وفي نماذج كتير فعلا في الافلام قدمت كده وقدمت الست اللي هي الممرضه بالشكل ده. تمام، انا بشكر حضرتك جدا على هذا التحليل وهذا الشرح الاستاذ وليد خيري الكاتب والسيناريست. ايه رايك في اللي قاله وليد؟ كلامه مظبوط، متفق معاه تمام. طبعا. طيب خلينا ناخد منك رساله اخيره للمجتمع ده، المجتمع اللي رجالته عندها شويه مرض نفسي وشايفين ان الست لما تنزل تشتغل ممرضه او تشتغل بيعه في محل هي ست مش كويسه، عاوز تقول لهم ايه؟ بص للكاميرا كده. لا طبعا اقول لهم الفكره اللي في دماغه دي غلط خالص، وطالما الست محافظه على نفسها او البنت عموما محافظه على نفسها تبقى خلاص مفيش اي مشكله، انما بقى المرض اللي عندهم ده هم بقى مرضى نفسيه دي حاجه بتاعتهم مش بتاعتنا. معلش قول لهم تاني انت كنت بتشتغلي كام ساعه في اليوم؟ 12 ساعه. وقول لهم تاني انت جهزت نفسك من شغلك؟ طبعا جهزت نفسي واتجوزت من شغلي. طيب مدام رحاب عاوزه تقولي حاجه للناس اللي شايفين ان الناس الست بتشتغل في البيت دي حاجه غلط او حاجه عيب؟ لا انا بالنسبه ليا ان انا بقول يعني حرمهم يجربوا اللي احنا شايفينه. ليه؟ ان احنا ده طالعين نكافح وطالعين اكل عيشنا لعيالنا ونقول ايه؟ بتشتغلي كام ساعه في اليوم؟ انا ممكن اروح من اوصل هناك انا بطلع من بيتي مثلا 6:30 7 اوصل مثلا هناك 9 عشان مواصلات 10 لحد مثلا الساعه 4 5 واروح بيتي، عقبال ما اروح بيتي يكون 7 كده يعني بقول 8 ساعات 9 ساعات في اليوم. بره البيت 10 ساعات في اليوم. طبعا عشان خاطر تساعدي في مصاريف ولادي. هعمل ايه؟ اربع عيال ولازم نستريح دون كافح. طيب انا بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده. وتتبقى بقى الحدوته الكبيره. انه تخيل انه ستات بينزلوا عشان يصرفوا على بيوت ويصرفوا على نفسهم. واشتغلوا شغلانات هي شريفه، الشغلانه شريفه. بعرق وب 10 ساعات شغل في رجاله على القهوه. والاخ اللي قاعد على القهوه بين قوسين نطع شايف ان الست اللي ماشيه دي سهله. وشايف انه بتشتغل وبتخرج كذا وكذا وكذا فهي اكيد ست مش كويسه ومهنتها مش كويسه. المشكله مش عند الست، المشكله عند حضراتكم كمرضى نفسيين، مرضى نفسيين محتاجين علاج. الحقيقه كل الستات دول ان شئتوا الدقه هم ارجل من رجاله كتير جدا عايشين على عرق الستات دول او على تعب الستات دول.
دي كانت حلقتنا النهارده من قصر الكلام. بكره ان شاء الله يكون لينا لقاء جديد مع حضراتكم في حلقه هيكون ضيوفنا فيها اسره فيلم البر الثاني بما اثاره من جدل حوالين الفكره وحوالين ابطال العمل وجوه مهرجان القاهره السينمائي. بكره ان شاء الله حلقه جديده من قصر الكلام. تصبحوا على خير.